صباح المدارس، صباح المدارس، صباح الشباب، صباح الشباب، صباح المدارس. المشاركة الصباحية الثانية في صباح المدارس لهذا اليوم ستكون مع الطالب الخليل بن إبراهيم بن حميد الكلباني الخليل من مدرسة سعد بن عبادة للتعليم الأساسي بولاية عبري، وهو في الصف الخامس. السلام عليكم الخليل. وعليكم السلام أستاذ راشد. كيف حالك الخليل؟ بخير والحمد لله. كيف الجو في عبري؟ شيء ضباب؟ ماشي برد. ما شيء ضباب ولا الجو صافي؟ الجو صافي. حياك الخليل. حياك يا الخليل، ايش محضر عشان تشاركنا؟ ايش بتخبرنا مواهبك؟ المواهب متابعة وقراءة المعلومات عن الكائنات الحية والابتكارات والتصاميم لبعض الاختراعات الصغيرة والتصاميم الهندسية. ما شاء الله. طائرة بي ان وروبوت بي او وروبوت اكس ار والقارب السريع وصاروخ اي سي وايضا الكثير. ما شاء الله الخليل. الشعر والإلقاء والتأليف بعض الخواطر البسيطة. ما شاء الله. القراءة، أحب القراءة جدا، خاصة الموسوعات العلمية، السباحة وركوب الخيل وركوب الدراجات. ما شاء الله الخليل، الله يحفظك على كل هذه المواهب. زين يلا نبدأ بالابتكار. إيش ابتكرت الخليل؟ ابتكرت سيارة. إيش مواصفات هذه السيارة؟ كيف تشتغل؟ هي سيارة بجهاز التحكم، قلبت قطعة من جزء سفلي لسيارة أخرى، قلبت محركا ثم ألصقته بالهيكل السفلي ثم ألصقت العجلات. بدأت أحاول تقريبها، هكذا، فبدأت تعمل بكل صلاحية. فوضعت لها الهيكل الأعلى، فعندما وضعته بدأت تقل السرعة، فوضعت هيكلا أصغر واشتغلت السيارة. جربتها يعني اشتغلت، أمورها طيبة مية مية. يوه مزين. وغير بعد إيش الخليل ذكرت؟ تصاميم الهندسية، طائرة البي أن، روبوت البي أو، بندقية بلازما، بندقية بي إكس، روبوت إكس آر، وطائرة الحوت إس إي. ليش تسميهم كذا طائرة الحوت إس إي؟ ايش معناها يعني هذا الاسم؟ طائرة الحوت هي انا اطلقت عليها الاسماء. طائرة الحوت هي طائرة استطلاعية، تستطيع المشي على المياه وتستطيع التحليق في الجو. يعني ابتكرت وجربت؟ جربت جربت يعني نجحت هي. لكن نجحت هذا شو صممتها بالدفتر. ها صممتها يعني تصميم هندسي رسمتها. ايوه. انزين الخليل، وإيش بعد غير؟ موهبة الشعر والإلقاء والتأليف. انزين سمعنا شيء. بعض الخواطر. سمعنا شيء من تأليفك. هو الشعر بس ما موزون. انزين يلا نسمع الخليل. تطايرت الكلمات من نفسي، فنثرت بذور الشعر في الأرض، فغدت براعم الشعر دربا له سند وله متن، فمشيت في الدرب بحذوه، فبدأت أكتب كلمات أراحتني من أذى الأيام، فوصلت إلى نهاية طريق لأنهي صفحة وأبدأ صفحة. ما شاء الله الخليل، ممتاز يا الخليل. وإيش تحب تقرأ الخليل؟ تحب تقرأ الموسوعات العلمية؟ هو أحب أيضا قراءة قصائد وطنية وقصائد الإمام الشافعي وشعر المتنبي. الخليل أنت كم عمرك؟ عمري 10 سنوات. العمر كله إن شاء الله يا الخليل. طيب الخليل خبرنا عن الكتب اللي تقرأها وقلنا بعض المعلومات، يلا نريد نسمع معلومات علمية.
موسوعة العروس، موسوعة الحيوانات، والموسوعة العلمية للطلاب، كان فيها 7 كتب. زين، وقرأتهم كلهم؟ هي وصل. إيش أهم المعلومات اللي تعرفت عليها؟ هناك معلومات جديدة، لأن معلومات في موسوعة العروس إن هناك عدة أجزاء متفرعة منهم، متفرعة ما أحلى الصغار وما وثياب جميلة، وإلى النوم وفي البيت وخلاص. إنزين، وأنت تحب تتعرف معلومات عن الحيوانات؟ ليه؟ عندك يعني معلومات عن حيوانات نادرة وغريبة في العالم؟ أه؟ تعرف معلومات عن الحيوانات اللي نادرة وما موجودة في العالم إلا في أماكن معينة؟ هيو. قولنا مثل إيش؟ مثل الضفدع الأشعر، هو الذكر هو الوحيد الذي له شعر. وغير معلومات ثانية؟ مثل سلحفاة القاطور، هذه وين موجودة؟ ما أذكر. زين، وغير؟ وعندي قصيدة وطنية أيضا. إنزين، يلا قول القصيدة الوطنية. حبي لكم يا سيدي إيمان، طابت بكم وتفاخرت أزمان، نبع المحبة نستقي من فيضه، انجفت الأنهار والغدران، قابوش فخر بالمكارم قد أرجت به لآلئة أوطان، وتحررت تلك النفوس ونفرت رايات عز فانبرى الإنسان، وبدا شموخ المجد يرسم خطوه في كل شبر للعلا بنيان، أرسل دعائم نهضة في موطني فاستحكمت وترسخت أركان، قابوس يا رمزا في الوفاء تحية، المسك قبعك والشذا عنوان، نحمي حماك ونحتذي منك الوفاء، لله درك أيها السلطان، الله عليك يا الخليل. الخليل، انت تشارك في الانشطه الطلابيه؟ ايش من الانشطه انت مشارك؟ والله عندي قصيده مال الامام الشافعي. يلا نسمعها القصيده، تفضل. الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، واكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجاته، لا تقطعن يد المعروف عن أحد، إن كنت تقدر فالأيام تارات، واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ما شاء الله الخليل. الخليل، تقرأ معلومات عن الحياة الطبيعية والحيوانات في عمان؟ تعرف معلومات عن النباتات والحيوانات؟ زين، قلنا يلا. مثل النمر العربي اللي يعيش في محمية جبل سمحان. زين، وبعد؟ وأيضا المها العربية تعيش في محمية رأس الحد. ما شاء الله يا الخليل. الخليل، أنت ليش مهتم بهذه المجالات العلمية والحيوانات؟ إني أحب الحيوانات. وأنت تريد تتخصص في المستقبل في مجال العلوم؟ بأكون مهندس طيران. وكيف بتكون اهتماماتك العلمية؟ بتقدر تقرأ يعني شيء في العلوم والحيوانات والطبيعة؟ عندك وقت لما تطير الطيارة فوق. انت ما تسافر صح، انت مهندس تحت يعني. نعم. طيب الخليل، الله يوفقك يا رب، ما شاء الله عليك متعدد المواهب والمعلومات والإمكانيات. تريد تقولنا شيء بعد الخليل؟ أتقدم بالشكر إلى برنامج صباح الشباب والأستاذ راشد السعدي والأستاذ سيف الهلالي على المشاركة في هذا البرنامج وإبراز موهبتي، كما أتقدم بالشكر لوالدي العزيزين، وأشكر مدرسة السابقة مدرسة الهيال للتعليم الأساسي وجميع المعلمات والطاقم الإداري، وأشكر جميع معلمي وإدارة مدرسة سعد بن عبالة للتعليم الأساسي، وأخص بالشكر الأستاذ المتميز خالد المعمري الأخصائي الاجتماعي على الدعم المستمر لي، والأستاذ عبد العزيز الغافري، الأستاذ عبد الرحمن الغافري،
الأستاذ سالم الغساني، الأستاذ سيف المكباري، الأستاذ بدر الكلبان. وشكرا. وعفوا يا خليل، ونحن نشكر كل اللي شكرتهم ونشكرك أنت على أدائك المتميز. الله يحفظك يا الخليل، بالتوفيق إن شاء الله. إلى اللقاء الخليل، مع السلامة. ما شاء الله على الخليل، مبتكر، مخترع، قارئ علمي، رئيس مجموعة من المجموعات المدرسية، مبدع في العمل التطوعي، وأيضا ما شاء الله عليه يعني يقرأ الكثير من الكتب. فتحية تقدير لهذه المواهب المتميزة والمتفردة. شكرا لطالب الخليل بن إبراهيم بن حميد الكلباني من مدرسة سعد بن عبادة للتعليم الأساسي بولاية عبري في الصف الخامس، أمنيته في المستقبل أن يكون مهندس طيران. إذاعة الشباب من سلطان.